لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أضف لذة للذكر. ماذا يقول الإنسان إذا خرج من بيته لصلاة الجماعة؟ ماذا يقول في الطريق؟ وإذا دخل المسجد فماذا يقول؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الحديث يدل على استحباب قول هذا الذكر عند التوجه إلى المسجد. وكما نرى الحديث دعوة من أو دعاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عز وجل النور في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وهذا مناسب غاية المناسبة لما يذهب إليه، لأن الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا كان الدعاء بهذه الأدعية مناسبة. ثم إذا وصل المسلم المسجد يستحب له أن يدخل برجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأن يقول كذلك في دعاء ثاني بيتقال وانت داخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وإيه؟ اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة في آخر الحديث، هذا الدعاء له فائدة خطيرة جدا. حينما يقول العبد: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، فإنه يعصم من الشيطان ويحفظ سائر اليوم، كما في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وورد كذلك أنه يقول هذه العبارة عند الدخول، كما في حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان، وفي لفظ: اللهم باعدني من الشيطان. إذن إذا دخل قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان، أو اللهم باعدني من الشيطان. فإذا دخل فإنه يستعين بالله عز وجل على طاعته والقيام بما يرضيه، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السبب الذي جعله الله عز وجل لكل ما نحن فيه من الخير، هو الذي علمنا الشرع، وهو الذي سن لنا تلك السنن، فناسب أن تصلي عليه وتسلم. وكلما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك، يقول: فلان يسلم عليك، وهذا شرف لك أي شرف. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ترفع الدرجات وتعظم الحسنات، فكل مرة صليت فيها على رسولك صلى الله عليه وسلم يكتب لك 10 حسنات، ويحط عنك 10 خطيئات، ويرفع لك 10 درجات، ويصلي الله عليك 10. فهذا شرف عظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت المسجد كما سمعنا نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ما السبب؟ ما الحكمة؟ لما لم يكن العكس؟ لأن داخل المسجد طالب للآخرة، والرحمة أخص مطلوب له داخل المسجد،
ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه. فلذلك ناسب ذكر الرحمة لأنها أعظم مطلوب يطلبه الإنسان أن يشمله الله عز وجل برحمته. وأما الذي يخرج من المسجد فإنما يخرج يبتغي فضل الله والرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلذلك ناسب أن يسأل الله عز وجل من فضله. وقد دلت هذه النصوص وهذه الأحاديث على أهمية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله عز وجل منه، لأن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق يسلكه يريد له الشر والعياذ بالله تعالى. فلذلك على المسلم أن يكثر التعوذ بالله من الشيطان: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا تعوذ بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ومن صفاته صفة الوجه، فهو الموصوف، فهو سبحانه وتعالى وجهه موصوف بالكرم وهو الحسن والبهاء، ومن صفاته كذلك السلطان وموصوف بالقدم وهو الأولية فليس قبله شيء. وهذا فيه دلالة على عظمة الله سبحانه وجلاله وكماله وكمال قدرته وكفايته للعبد حينما يستعيذ به. يبقى معنا غدا فيما قبل الصلاة ما يقوله المسلم حين يسمع النداء أو يسمع الأذان، وبعض الأذكار التي ربما يغفل عنها بعض الناس، سنن غائبة ربما لم نسمع بها قبل ذلك وثوابها عظيم، كما سنذكر ذلك غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.